بنزله. ايه راح عامل ايه؟ فتشوا العربيتين. يا محمد انت بتسالني انا في ايه؟ دلوقتي هتعرف بعد ما خلصوا تفتيش. يخلصوا تفتيش؟ الحكومة دلوقتي بتفتش لعب الأطفال يا محمد بيه هلالي يا أخويا الصغير. لو أنت السادي دول يفتشوا عن السلاح اللي أنت بتهربه. يا حسام يا هلالي يا أخويا يا كبير. سلاح؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ احترم نفسك واتكلم كويس. أنت مواطن وأنا ظابط وبيفتشوا. وأظن لحد دلوقتي أنا بكلمك بكل احترام. ماشي يا باشا. ماشي يا سعادة الباشا. أدي الجمل وأدي الجمال. شفت الأدب؟ أكلمك بقى أدب أهو. مفيش حاجة فهمت. يعني إيه؟ يعني مفيش حاجة يا سعادة الباشا. يعني عيب تبادل أخوك كبير قدام الناس. أنا اللي مربيك. ما عشان أنت اللي مربيني أنا فاهمك كويس. بس حلو. ملعوبة يا حسين. بس مش كل مرة هتسلم الجرة. سلام يا سعادة الباشا. المقدم. وما قلتناش ليه يا عمو؟ ما كانش ينفع اقول لك، ووطي صوتك ايه من فوق ممكن تسمعني. اقول لك ايه؟ اقول لك خير؟ اقول لك عشان تعمل لنا مصيبه ولا عشان العيال اللي معاك الخضره دي يبان عليها؟ انا الخبر جالي قبلها بكلام فاضي، المعلومه جات لي قبلها بثواني، كان لازم اغير كل الترتيبات. والحمد لله، الحمد لله ان احنا عرفنا. انت ناسي انا اخويا مين وفي اداره ايه وبيشمشم ورايا بقاله قد ايه وشاكك فيا؟ جرأة لعله ما تفتح دماغك. ده احنا كنا خلاص. خلاص الحمد لله، لا كنا ولا كان. خلينا في اللي جاي. ومين اللي بلغ؟ هو في غيره؟ الكلب ابن ما علينا. طرطالي ودانك. الترتيبات كلها اتغيرت. التسليم بكره وانت اللي هتروح لوحدك ومش عايز حد من الرجاله يعرف لا بوب ولا عريان ولا دولار. انت بس لعله قدها ولا برقبتي يا عمو. مساء الخير. مساء النور. محمد ما سالتش على اختك شاهندة؟ بسال عليها ليه؟ ما اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. هي مش سابتنا وراحت اتجوزت المعفن ده؟ عيب يا محمد اللي انت بتقوله ده، ماما كانت برضو اختك. اختي ونيلتي، انا ماليش اخوات. يا محمد ما ينفعش كده. اختك شهندة وحسام اخوك، ما ينفعش تتكلم عليهم بالطريقه دي، ما ينفعش. بقول لك يا ماما، الاخ اللي اتحول من ضابط لتاجر سلاح ويعيش على دم الناس ما يشرفنيش انه يبقى اخويا. ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت يا واد؟ شكلها هي دي الحقيقه يا ماما. ما سالتيش نفسك جاب الفلوس والعربيه والشركه دي منين؟ ولا دخل عليك الكدبه اللي هو كدبها عليها؟ اخرس! أنا ابني مش كذاب. قطع لسانك. أنا ابني صادق في كل كلمة بيقولها. أنا ربيتكم أحسن تربية. بس واضح كده يا ماما إن أنت ربيتيهم غلط. وما تمرش فيهم التربية. ليه؟ ليه يا محمد؟ مش هو ده البيت؟ مش هي دي العيلة اللي شقيت طول عمري علشان ألملمها وألملمكم حواليا؟ دلوقتي بقيت أنا اللي غلطانة. أنا اللي غلطانة دلوقتي يا محمد.